الكابتن بدر المطوع الكابتن الكبير سأل مراسل تلفزيون الشاهد قال متى راح تفوزون على العربي؟ وصدم بدر. بدر ترى من زمان ما فزنا على العربي يعني كيا متعادلين. يا شوف التقرير. مطوع كانت مباراة حلوة، شفنا أهداف، شفنا متى تفوزون على العربي بدر؟ يمكن اليوم قدمتم مستوى حلو. تفوز على العربي؟ لا هذا السؤال من اللي طاف. لا هذا السؤال يعني يمكن ما توفز فيه صراحة، يعني العربي يمكن صار له سنين ما فاز علينا في الدوري. ف الموسم اللي طاف ما فزت عليه. ما في مشكلة، اللي قبله واللي قبله واللي قبله، يعني أنت كنا العربي هو اللي فايز علينا. لا يعني نشوف من الموسم اللي طاف الديربي ما حد قادر يحسمه، لا الغاتشي ولا مشكلة، بالعكس فريقين قوية وما حالفهم الحظ. رضيتوا على أداءكم اليوم؟ لا احنا ما احنا راضين عن أداءنا. يبقى الملكي ملكي والزعيم زعيم والعميد عميد. تحية لكل الأندية الرياضية، بس إن شاء الله يشيلون الإيقاف ونرجع نطلع من غرفة الإنعاش ونروح للحياة. خلصت الأخبار،